أهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الحادي عشر لمادة اللغة العربية الجي سي اي. ها نحن طلبتي نلتقي من جديد للحديث عن مادتنا الممتعة لهذا العام، وهذه المادة كما قلت لكم في الفيديوهات السابقة التعريفية بالمادة، والآن نحن نتحدث عن فيديو الأسبوع الأول لمادة اللغة العربية، أي ماذا سيكون لقاؤنا بهذا الأسبوع؟ وحديثنا سيكون عن الحديث عن السياحة بأنواعها. سيكون لنا حديث عن السياحة الدينية بداية، وبعد الحديث عن السياحة الدينية سيكون لنا حديث بحول الله عز وجل عن السياحة التاريخية. وعندما نتحدث طلابي عن السياحة التاريخية سيكون لنا لقاء وإضاءات وحديث عن السياحة التاريخية في الأردن بشتى أنواعها وأشكالها وأماكنها. وعندما نتحدث أيضا عن السياحة الدينية أيضا سيكون لنا حديث عن السياحة الدينية، سواء من حيث وجود الصحابة وأضرحتهم عندما توفاهم الله، سواء عن الأماكن السياحية الدينية للاتجاه المسيحي أو الديانة المسيحية في المغطس في منطقة البحر الميت وغيرها. أيضا طلابي بهذا الأسبوع سيكون لنا لقاء بحول الله عز وجل عن كيفية كتابة المقالة، وسيكون لنا حديث مطول عن كتابة المقالة، لأن كتابة المقالة ستسير معنا جنبا إلى جنب حتى نهاية السنة الدراسية وذهابك إلى الامتحان النهائي. عندما نتحدث عن كتابة المقالة علينا بداية طلبتي أن نحسن اختيار العنوان، ثم ننتقل إلى البحث، ثم ننتقل إلى مسودة البحث، ثم نعمل على تدقيق المسودة، ولنا بذلك عدة أمور. إذا ما تحدثنا عن اختيار العنوان نقول بأنه يجب على الكاتب عندما يختار العنوان يثير اهتمام المتلقي عند قراءته، ويفضل عادة تطبيق موضوع ما يسمى بالبحث عن المادة وتخصيص الكتابة في هذا الموضوع. أيضا طلابي من الأمور المهمة في كتابة المقالة، يجب عليك أن تكتب فقرات قصيرة وواضحة عن الموضوع الذي تريد أنت أن تكتب به فيما بعد. أيضا طلابي لا ننسى الحديث بأن عند كتابتك لموضوع المقالة يجب أن يقسم المقال إلى مقدمة وعرض وخاتمة. هذه التقسيمات الثلاثة، أنت في المقدمة تمهد للحديث عن المقالة التي تريد أن تكتب بها، ثم بعد ذلك في العرض أنت تتوسع لشرح النقاط المطلوبة منك، وعادة يكون مخصص في مادة الجي سي اي أنه مطلوب منك أن تكتب بالنقطة ألف باء جيم دال، وبذلك تكون أنت قد استخدمت العرض في الكتابة. وعادة ومن الأشياء المهمة في موضوع العرض أنه يجب عليك أن تستشهد أن يكون هناك شواهد، إما من القرآن الكريم، أحاديث نبوية، أو بعض من الأبيات الشعرية، أو الأمثال أو القصص. وهذا الموضوع تحديداً يعطيك حافز في عملية وضع العلامة من قبل المصحح. أيضاً في الخاتمة طلبتي يكون هناك ملخص للحديث عن الموضوع المطروح ونهاية لكلماتك التي أنت تريد. هذا طلابي مجمل الحديث في الأسبوع الأول. سيكون لنا لقاء في الأسبوع الثاني والثالث بحول الله. دمتم برعاية الله، وشكرا لحسن استماعكم.